قصتنا الآن يعني غريبة، وحقيقة هي قصة أكثر منها أنها تكون خبر يعني، وقصة طريفة جدا كمان يعني. ففي رومانيا شغالة التحقيقات والتصريحات والبيانات مع نادي دينامو بوخارست، والسبب استبدال لاعب بأخوه التوأم. فأخبار طلعت بتقول أنه اللاعب كان يرسل أخوه التوأم يلعب مباريات مكانه. يلا فعليا قصة ترقى لأنه تكون أغرب يعني احتيال في تاريخ كرة القدم يعني. لا مو كمان هنا بس النكتة أنه الموضوع يعني ما انفضح بسبب أنه لعب اللاعب أو مهاراته أو كده، أو أحد يعني شاف أنه في فرق أو شيء. أنا بسبب اللغة. ففي صحفي قال النادي وقال أنه النادي اتفاجأ أنه اللاعب ما عرف يتكلم الإنجليزية، مع أنهم هو يعني عارفين أنه بيتكلم الإنجليزية كويس، كونه أصلاً لعب في فرنسا وتركيا وهولندا. اللاعب اللي جالسين بنتكلم عنه اسمه إدغار لي، نعم في النادي، وعنده أخو توأم كمان بيلعب كرة القدم بس مو في النادي، واسمه أديلينو، وقيل أنه أخوه لعب بداله 5 مباريات، وأنه النادي وقت شك في القصة طلب منه أنه يبرز رخصة قيادته علشان يتأكدوا أنه هو لاعبهم الأساسي، بس طبعاً ما قبل. طبعا القصة هذه نفاها النادي وطلع بيان قال فيه انه هذا كذب وافتراء وهجوم عليهم، وانه هم بيتمتعوا بالشفافية وراح يقاضوا اللي ألف هذه القصة ونشرها، واكدوا انه لو كانوا راح يعمل كذا، انه لو كان راح يعمل كذا اللاعب فهم اخلاقيا ما بيقبلوا بهذا التصرف. وكمان اللاعب كان طلع خلال المقابلة ونفى هذا الكلام. يا ahora tengo que explicar y qué está pasando porque la noticia es falsa. أما الاتحاد الروماني لكرة القدم فقال إنه لو ثبت هذا السيناريو فرح يكون في عقوبات بحق النادي، أما لو اللاعب هو اللي احتال على النادي والنادي ما يعرف شيء فرح يكون في عقوبات بحقه، وإنما ما حيكون في عقوبات بحق النادي يعني، وإنما بس بحق اللاعب. وقال كمان الاتحاد إحنا ما نعرف أصلاً وفق أي لوائح رح نعاقب يعني، لأنه ما عندنا في القوانين مخالفة زي هذه يعني، شيء جديد.